الاتحاد العام التونسي للشغل لوضع خارطة طريق للفترة القادمة. دواوين الخدمات الجامعية تشرع في قبول مطالب المنح والقروض للسنة الجامعية الجديدة. وفي العالم، الجيش الصهيوني ينسحب من جنين مخلفا عشرات الشهداء والجرحى ودمارا هائلا، وواشنطن تعرض قريبا مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة. تفاصيل الأنباء. يشهد قطاع الدواجن في الفترة الأخيرة عديد الإشكاليات، خاصة الفجوة في مستويات الإنتاج والتزويد وتأثيرها الواضح على مستويات الأسعار وكيفية البيع للدجاجة الكاملة أو المجزأة، ما أثر على إقبال المواطن على هذه المادة التي لجأ إليها هروبا من شطط أسعار اللحوم الحمراء. العباد كل نمشي للدجاج ارخص، توليت ما عادش نجم العباد خلطة على الدجاج، يفرض عليك هو يا تاخو شطار الدجاجه يا تاخو دجاج. العباد توليت تاخو في العناكش باش تصيب المطعم في الماكله، الحام هذاك منسي. انا كمواطن نشوف الدجاجه كامله في الفترينه، يفرزوها يحطوها فيها كيلو، هذيك بتبيعتها يبيعوها سوم الكيلو اللي هو 8900، ويجيبوا الدجاج الكبير يقصوه، يبيعوا منها مثال بالخضه شطار الزر الكل، كيلو الحم 50 دينار و48 دينار، عاد خويا طرف الدجاج وديما يمشي، وهو الدجاج تو وصلنا يمات 12 دينار، تمشي الصباح بكري باش تاخذ دجاجه، ويعطوا كان دجاجه واحده في سكالوب، يقول لك عندك الحق كان في كيلو، ليمات هذه بالذات. كي تمشي جران سيرفاس راه كل قطعه وسوم، انت حر منين باش تشري، حتى الدجاج صدقني ماهمش خالطين عليه العبيد، حتى الكاس اللي العبيد كانت تاخذه للقطات، تاخذه للكليب، ولات العبيد تشريه باش تبان بيه بتبيع الماكله، ولات العبيد لا تخلط على كبده، انا تو في المارشي جزر مسكرين، لكن اللحم 50,000 ان شاء الله ربي يجريها على صلاح. كي خلص المية والضو والكريم باش تاخذ على الحم كي ناكل خبز ساعه راهوبه الدجاج باش خالتين عليه شكون خالت عليه تمشي باش تشري ب 8500 تلقى كيلو بلاك انا تقول اعطيني سكالوب ما فماش يقول لك خذ مثلا كيلو زر كيلو ب 20,650 ما فماش باش تسوي حبار البصل تو الحم لا علوس لا بقري زاد ولا حو ولا حتى شيء ولا خاصه لا بالدجاج. تساؤلات كثيرة تطرح على باعة الدجاج يوميا من قبل المواطنين في ظل معاناتهم اليومية لتأمين السلع. بيعة دجاج بالتفصيل تؤكد. صاحبت محل بتاع دجاج تويكا عنا نقص فيه الاقبال موات اقل من العاده برشا تعملوا لنا تسعيره بتاع دجاج فلاح مش لاقي روحه قاعد يبيع بالخساره الدجاج اللي كان عنده شويه كملوا وما عودش ربى الدجاج التسعيره اللي عملوها مش مقابله التكلفه اللي هو كيبيع كيلو دجاج نورمالمون يربح فيه التسعيره اللي عملوها يخسر فيه عنده التكلفه من الفلوس للعلفه للضو نتاعو واللي عمل له التسعيره ما قراش بحساب هذا احنا كتجار باش نوصلوا للمواطن التسعيرة ما فماش سلعة يجي ما يلقاش يا باش تشريه بسومة غالي الرقابة ما نجموش نبيعوه كون يتاخد يقولوا احنا 100 كيلو يولوا يجيبولك كان 10 كيلو كي تتفرك الدجاج تولي سومها مع هي خاطر بثما حاجات فصول منها يتباعوا أرخص وفصول منها يتباعوا أغلى المواطن يقول هو الدجاجة بسوم والمفصل بسوم هو أنا كيما نبيع العنكوش كيما نبيع البلون دو بولي ما هو مش كيف كيف فما مواطنين ما عادش خالطة وتبدأ عندها عائلة ومواجي يقول لك اعطيني شوي كركسة دجاج أما نفوح به ما عادش خالط باش يشري الدجاج. مع اقتراب العودة المدرسية وفي ظل تواتر المواسم الاستهلاكية خاصة بعد العطلة الصيفية يصبح الإقبال على اقتناء المواد المدرسية الهاجس الأكبر لدى العائلات التونسية. الزميلة نجاة حسن رصدت انطباعات عدد من المواطنين. العودة المدرسية هي نار على نار، كراس المدعم مفقود، تلقاه حاط 10 كراس مدعمين هذوك باش يغطي بهم كسيكوريتي، والاخرين كراس 24 كسوم، معناها تعرف باش دخلي ولدك انت في الابتدائي، يلزمك 500,000، زيد الصاك هذاك وزيد المنديل، معناها ما يفككش ربي مليون، لونتري معيد المول اللي عنده صغير برك وينجم يسلم، اللي ما عنده ثلاثة صغار، لو جوش اللي يخدم بالنهار هذاك، العامل اليومي، التونسي يهز ساق تغرق ساق. واحد بو عايل إذا كان عنده زوز ولا ثلاثة صغار ما بين الجامعة والابتدائي والثانوي بصراحة يلزموا كريدي قفة متاع زوالي فارغة معاش قادر يشري أصلا ماكلته اليومية ولا بونمو متاع الكار ومتاع الترا هذا إذا كان ما اضطرش ولده يقرأ في الجامعة باش يكري دار بحذا الجامعة دونك الميزانية المواطن محدودة ومحدودة جدا عتواتر المواعيد الاستهلاكية التونسية برشا عائلات طويلة وجو يعني يشوفوا شكون كان يقرأ في العام اللي باش يقرأ فيه توا ولده يخدم عندهم الكتب يقدر ما عرفتها كي الكرارس والستيلوات هكاك العباد ولد تعمل معاش نجم تخلط جملة ثم اللي قادر وثم اللي مش قادر ثم ناس ينجموا ثم الزوالي يقضي 200,000 وثم اللي يقضي 3 ملايين.
من جهتها قالت نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ثريا التباسي إن تكاليف العودة المدرسية تثقل كاهل التونسيين رغم تسجيل انفراج على مستوى أسعار المواد الورقية وتوفر الكراس المدعم. وفي حضورها اليوم في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية دعت نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ثريا التباسي المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك والإبلاغ عن التجاوزات. الحقيقة شهدنا انفراجة على مستوى الأسعار للمواد الورقية، الكراس المدعم موجود ولكن بقية المواد تبقى غالية. ما نحكيش كراس الآخر ب 18 دينار الكراس، التلميذ يستحق ما بين 4 و 5 و 7، تخيل أنت مع المستوى الكراس بركة بالنسبة للتلميذ الواحد على الأقل ما يفكوش من 200 دينار. أول حاجة ترشيد المستهلك ساعة يشد صحيح في الكراس المدعم، ما يخليش روحه ضحية ضغط ومغالطة وبيع مشروط عند نقاط البيع لأن ننزه أكثرهم. انت حر تشري مين تحب، انك تبلغنا احنا كمنظمه واحنا ندخلوا في الابان، واذا اقتضى الامر نرجع الى سلطه الاشراف وناخذ كل الاجراءات القانونيه اللازمه حتى حافظ على الغشود. احنا كمنظمه كل عام نعملوا دراسه للتكلفه قداه تتكلف العوده المدرسيه بالنسبه للمراحل الكل، دخلت فيها العديد من العوامل الاخرى والغاردوري اللي هي يشكو منها الناس الكل. اقل الغاردوري توا اليوم صبحت ب 150 دينار في الشهر، نهيك ان يكونوا فما 3 و4 صائر. شرعت دواوين الخدمات الجامعية في تلقي مطالب المنح والقروض الجامعية للسنة الجامعية 24 و2025 بداية من اليوم وإلى غاية 31 من أكتوبر القادم عبر مواقعها الإلكترونية. عن كيفية تقديم هذه المطالب يوضح لكريم المرواني مدير الخدمات بديوان الخدمات الجامعية للشمال شكري العكرمي. الطلبة ينجموا يمشيوا للموقع ديوان الخدمات الجامعية باش يطلعوا على الرزنامة، ومن الموقع هذايا ينجموا معناتها ينطلقوا في تقديم المطالب. المطلب يتقدم على زوز مراحل، المرحلة الأولى عن بعد، يعني الطالب يدخل للسيت يمشي للخدمات على الخط، في الخدمات على الخط يلقى الرزنامة ويلقى خانة تقديم المطالب، يقدم المطلب نتاعو عن بعد. ثم في الأخير ثم وثيقة باش يخرجها امبريمي، الوثيقة هذه يبدأ فيها معطيات نتاعو التم والكل ونوعية المطلب. احنا عندنا طلبة جدد تجديد وإلا طالب قديم غير ممنوع وإلا طلبة الماستر وإلا طلبة أبناء العائلات المقيمة بالخارج، كلهم ينطلقوا يوم 6 سبتمبر اللي هو اليوم. بعد ما يعمل الطالب المطلب نتاعو عن بعد يجبد الامبريمي هذية فيها المعطيات هذوما الكل وفيها الوثائق المطلوبة اللي يلزم هو باش يحضرها وباش يبعثها للديوان. لكل طالب جديد الحق في الحصول على منحة جامعية أو قرض حسب شروط أهمها الدخل السنوي للأولياء مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الاستثنائية، حسب شكري العكرمي مدير الخدمات بديوان الخدمات الجامعية للشمال. ثم شرط مهم ياسر اللي هو الدخل السنوي متاع الأولياء ما يلزموش يتجاوز السميك اللي هو في حدود 5898.048، هذوما عندهم الحق إذا كان يعني الدخل السنوي أقل من المبلغ هذايا، فإنه الطالب عنده إمكانية كبيرة باش يتحصل على منحة جامعية. وإذا كان يعني تجاوز معناتها الدخل السنوي المبلغ هذايا لهنا ثم حالات نجم ننظروا فيها، ثم ديزابتمون نعملوهم يعني خاطر ناخذوا بالاعتبار اعتبار الإخوة الدارسين في الجامعة وإلا في الثانوي، معناتها ثم الاعتبارات هذه موجودة بالنسبة للطالب وتسمح له باش النجم ناخذوها بالاعتبار ونجم باش نعطيوه منحة. بالنسبة للقروض الجامعية يتحصلوا عليها الطلبة اللي هما أبناء رجال التعليم، يعني مش كلهم، هو يعني عندهم كوتا أبناء رجال التعليم بالنسبة للمنحة والقرض، ويتحصلوا زادة على قرض هما الطلبة الكل اللي يعملوا ماستر. يواصل الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثاني بمدينة المنستير أشغال مجلسه الوطني تحت شعار وفاء استقلالية وحدة نضال. ويتناول المجلس عدة محاور من أبرزها إعداد خريطة طريق واضحة للفترة القادمة في علاقة بالاستحقاقات العالقة، كما يتدارس المجلس أيضا مسائل تتعلق بالعمل المشترك وتطوير آليات العمل مع الفروع الجامعية والنقابات الأساسية ومزيد دعمها ماديا ومعنويا. قاربت عائدات تونس من تصدير زيت الزيتون في موفقوت 24 و2 4.8 مليار دينار، أي بزيادة بنحو 62%. ووفق بيانات الديوان الوطني للزيت فقد ساهمت صادرات الزيت المعلب في تعبئة قرابة 692 مليون دينار من إجمالي عائدات تصدير زيت الزيتون. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية
وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. في أخبار العالم، غارات وقصف إسرائيلي في اليوم 36 بعد 300 من الحرب الصهيونية على قطاع غزة تسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى. القصف الصهيوني طال اليوم مناطق رفح وتل الهواء وحيي الزيتون والصبرة ومخيمي البريج والمغازي وشمال نصيرات. في الأثناء أكد الجيش الإسرائيلي مواصلة حملته العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، في وقت أعلن فيه الدفاع المدني الفلسطيني أن قوات الاحتلال دمرت نحو 25 كيلومترا من شوارع وأحياء جنين بعد نحو 10 أيام من عدوان على المنطقة خلف عشرات الشهداء والمصابين. على الصعيد الإنساني، قالت المنظمة الأممية للطفولة اليونيسف إن أكثر من 50,000 طفل في غزة يعانون من سوء التغذية الحاد، فيما حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع الإنساني في القطاع تجاوز الكارثية. وأعلنت منظمة العفو الدولية أن قوات الاحتلال دمرت أراضٍ زراعية ومبانٍ مدنية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، داعية إلى التحقيق في هذا التدمير ضمن جرائم الحرب. سياسيا، ينتظر أن تفرج الولايات المتحدة قريبا عن وثيقة مقترح وقف إطلاق النار في غزة، وهو الاتفاق الذي ستحاول من خلاله واشنطن معالجة مسألة محور فيلادلفيا بوصفه العقبة الرئيسية التي وضعها رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو بوجه الاتفاق. وكانت حركة حماس أعلنت رفضها عرض أي مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، مؤكدة تمسكها بمقترح الرئيس الأمريكي وقرار مجلس الأمن الدولي بشأن عقد الصفقة. في بقية أخبار العالم، أعلن حزب الله اللبناني اليوم استهدافه موقع معيان باروخ الإسرائيلي بمسيرة انقضاضية وموقع رويسة القرن وثكنة زبدين بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة فيها. من جهتها، أعلنت هيئة البث العبرية تعرض العديد من المباني في منطقة المطلة لأضرار جراء إطلاق 3 صواريخ مضادة للدروع من لبنان. طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من الدول الحليفة تزويد بلاده بالمزيد من الأسلحة لمواجهة روسيا. دعوة أطلقها خلال اجتماع اليوم في ألمانيا تعقده الدول الحليفة لأوكرانيا من أجل صد القوات الروسية في الأراضي الأوكرانية وخصوصا في منطقة دونيسكا. بهذا الخبر يتكامل هذا الموعد الإخباري، قدمناه لحضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين. مواطنون يتذمرون من نقص منتجات الدواجن وعدم الانضباط للتسعيرة القانونية. تواصل المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل لوضع خارطة طريق للفترة القادمة. دواوين الخدمات الجامعية تسرع في قبول مطالب المنح والقروض للسنة الجامعية الجديدة. وفي العالم، الجيش الصهيوني ينسحب من جنين مخلفا عشرات الشهداء والجرحى ودمارا هائلا، وواشنطن تعرض قريبا مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة. دمتم في رعاية الله.